بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتشيروا كل الفيديوهات. على فكره يا جماعه، في فيديوهات قديمه، الناس اللي داخله معانا جديد، تمام، في فيديوهات قديمه كويسه جدا، انا بحطها لك في علامه الاي لما بيجي دورها يعني، فتابع الفيديو كويس، عشان والله انا في وجهه نظري الفيديوهات بتاعتي القديمه افضل من الفيديوهات الجديده، فياريت تستمتعوا بيها، خصوصا الجماعه بتوع البيوت المحميه يعني، تمام، مش الزراعه الخارجيه. وطبعا ما تنسوش ان احنا عاملين بانوراما زراعيه نفس القصه برضو، دي مدونه هتلاقي عليها كل ما تشتهيه الانفس، وانا من موقعي بقول ان دي هتبقى ان شاء الله باذن الله تعالى اشتغلت فيها، وحطيت فيها 12 موضوع تقريبا، واشترينا لها قالب وحاجات من ده كلها، بحيث انها تبقى باذن الله تعالى هتبقى افضل مدونه زراعيه على الوطن العربي كله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى نسعى جاهدين في خلال يومين ثلاثه تكون حاجه يعني تدخلها تنبهر بيها. النهارده بنتكلم عن زراعه الطماطم خارج البيوت المحميه او الطماطم الارضيه. لو انت هتزرع طماطم صيفيه يبقى الفيديو ده هو لازم تعيده مره واثنين وثلاثه واربعه، وصاحبك في الشغل والمزارع اللي جنبك لازم يشوف الفيديو ده كويس. عشان نزرع طماطم، والكلام ده طبعا قلناه كتير ولكن التكرار بعلم الشطار، تمام؟ ودايما يا ريت دماغك يعني المعلومات تبقى دقيقه وتاخدها من مصدر موثوق منه يعني، تمام؟ لان البياعين كتير. اول حاجه في الطماطم الصيفيه او الصيفيه المبكره اللي حضرتك هتزرعها في اليومين دول او زرعتها من شهر ايا كان، المهم اللي انت هتزرعه خد الكلمتين دول مني وحطهم حلقه في ودنك. اول حاجه اختار يا صديقي الصنف المناسب، اختار الصنف المناسب، يعني ما روحش اقول فلان جرب كذا، ولا الجماعه البياعين يروحوا لك ويقول لك عندي الحاج فلان عمل كذا وعندي الحاج علان عمل كذا، الكلام ده ماليش علاقه بيه خالص، الصنف لازم انت تجربه بنفسك، اذا لم تكن انت مجربه بنفسك، تمام؟ فعلى الاقل يكون متجرب جارك او عند واحد ثقه انت تثق فيه، تمام؟ دي ما فيهاش اي منازع خالص، الصنف يجب ان هو يكون يعني مطابق للمواصفات بتاعت البلد اللي انت مقيم فيها، سواء من ناحية اللون او الصلابة، يعني في الخليج اللون ده ما يخصهمش في حاجة، ولكن في مصر عندنا اللون ده في مشكلة في البيع او التسويق عندك، تمام؟ صلابة الثمرة نفسها، يعني انت عندك لو النوع اساسا الصلابة بتاعتك كويسة هيتنقل لاخر بلاد الدنيا، ما عندكش اي مشكلة خالص اطلاقا فيه. لو الصلابة بتاعته مش كويسة للأسف الشديد بتحصل مشاكل، وعلى ما بتنقله لو انت زرع في المنيا مثلا ونقلته اسكندرية او نقلته القاهرة بتلاقيه راح صلصة، اوكي؟ والكلام ده معروف وخصوصا في الاشهر الحارة، لان في ناس اساسا لما بتنقل هم التجار علمونا كده، ما احنا مش طلعنا يعني دكاترة، لا ما احنا تعاملنا مع التجار وجبناها من قعر المخلة زي ما بيقولوا يعني، تمام؟ الانتاجية برضو تكون مناسبة ليك يعني، فهمني يعني الانتاجية والصلابة واللون بتاعه، كل الحاجات دي لازم يكون الصنف اساسا يعني متناسب مع العروة، ويكون مواصفات التسويقية بتاعته عالية وكويسة جدا. ممكن اتغاضى عن صفة او حاجة، بس كل الصفات كلها الصنف يبقى لا انتاجية ولا صلابة ولا لون ولا العرش بتاعه كويس ولا الكلام ده كله، للاسف الشديد الانتاج المبكر برضه ده هام، لانه بوفر اساسا عندي، بوفر عندي في الوقت وفي الجهد كمان، تمام؟ دي حاجه. الاسعار بتاعه البذور، انا الوحيد اللي بقول لك اشتري افخم بذره، افخم شيء هي البذور، البذور لازم تشتريها كويسه، ليه؟ خيروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختار البذرة الكويسة من مصدر محترم، من مصدر محترم، لأن النجاح له أب واحد، أما الفشل له 500 أب، أنت لو نجحت هتلاقي اللي جايب لك الصنف ده يقول لك آه ده إحنا اللي عملنا وإحنا ضربنا الهوا أبويا والحب ودانا في داهية والليلة اللي أنت عارفها دي، تمام؟ لو أنت فشلت يا جميل، هتلاقي أصل أنت ما سميتش كويس. اصل ممكن المشهد اللي انت غير لك البذور، والله على ما اقولش كل الكلام ده احنا عشته، فدي حاجه.
جهز الارض بتاعتك كويس يا زول، تمام؟ تجهز الارض بتاعتك كويس، ما تمنكش قاعد لي جنب المدام ورايح اقول له جاي انا زارع، الحاج فلان زرع طماطم. لا، الحاج فلان زرع طماطم بيتزرع في الارض بتاعته جنب الطماطم بتاعته. انا والله العظيم ليك نصح امين حبيبي، زرعت طماطم، الطماطم المنيهوية يا اخوانا المنيهوية والله انا بحبهم، يقول لك دي بركة شقة، وهم فعلا هي بركة شقة والله، من ساعة ما تتحط هي بركة شقة، يقولوا على الطماطم بركة شقة، وبيقولوا لي على البطاطس بركة شقة، وبيقولوا لي على الكمون بركة شقة. قلت لهم يا اخوانا منيهوية، طب امال يعني ايه اللي مش بركة شقة؟ ما الزراعة كلها بركة شقة، تمام؟ بركة شقة يعني اول ما تتزرع يعني تشقى عليها، يعني معنى كلامهم يعني. ودول حبايبي واحسن ناس، مش عارف المحافظة دي والله بحبها، لان حياتي كلها تقريبا يعني اكتر من 15 سنة وانا عايشة في المنيا، تمام؟ الارض بتاعتك لازم تظبطها كويس، تمام؟ بمعنى الحر تكون كويس، اضافات العضوية والمعدنية، او لو الارض الخصوبة بتاعتك كويسة حياك الله وشكرا للتحية، والمهم دنيتك تكون كويس، تمام؟ تجهيز الارض بتاعتك، وتجهيز الارض ده احنا قلنا فيه قصص كبيره جدا، ارجع للفيديوهات اللي قبل. ما زي يا سيدي ما مش عايز تقول، مش عايز تروح لورا، يعني لازم على الاقل 4 كياس او 5 كياس سوبر فوسفات، تمام؟ 15% لازم تحطهم للارض بتاعتك. لو في كبريت يبقى اهلا وسهلا، يحط لك كيس كبريت لكل فدان، الفدان 4200 متر، تحط حضرتك في حدود 1 كيس سماد بوتاسيوم محبب كيس 50 كيلو للفدان، مفيش اي مشكله خالص، اعملها كلها خلطه. لو في كيس مغنيسيوم اهلا وسهلا، لو في شويه قلنا كبريت الزراعه، لو في جبس عادي مفيش اي مشكله، الخلطه دي بحالها تمام، مع طن جبس ولا 2 طن جبس ارميهم في قلب الخط فوق شويه السماد البلدي بتوعك، وازرع. هتلاقي الطماطم بتاعتك اليوم بتاعها ب5 ايام، مش مبالغه. اما تلاقي واحد اساسا حاطط كده في الارض وقاعد، طب وبعدين هنشتغل ازاي؟ الطماطم عايزه اللي يخدم عليها كويس يا شباب، الطماطم عايزه اللي يخدم عليها كويس، صدقوني هي زرعه كويسه ولطيفه وكده، بس يبقى واخد بالك من الحته دي. الميه بتاعتك طبعا تكون كويسه، ما تزيدش عن 120 1200 بي بي ام، يعني 1200 دي في الطماطم، يعني لو الدنيا يعني انت محتاج انك تزرع طماطم قوي وعارف ان دنيتها كويسه قوي، هنوافقك في 1300 1400 1500، شرط الارض بتاعتك تكون رمليه، تمام؟ بعد كده حضرتك طبعا قلنا الصنف بتاعك يتوافق مع العروة اللي انت زرعها، تمام؟ بعد كده حضرتك بالنسبة للطماطم توقع الأمراض يا جماعة، ودي حاجة لازم تاخد بالك منها كويس، كمل الفيديو للآخر عشان في كلام حلو والله. توقع الأمراض بمعنى ان انا لما بزرع طماطم في الشتاء بتوقع امراض ايه، وفي الصيف المبكر او الصيف عموما بتوقع امراض ايه، الخريف بتوقع امراض ايه، كل الحاجات دي تبقى حاططها في ذهنك، تتوقع الامراض، تمام؟ علشان تشتغل الوقائي يتناسب مع المرض اللي جاي. بمعنى برضه انا بالنسبه لي العروه اللي جايه ديت ما فيهاش ذبابه بيضاء قد كده، ما فيهاش ذبابه بيضاء قد كده، بس خليك معايا، هتقول الراجل ده لا اصبر بس معايا، ما فيهاش ذبابه بيضاء قد كده، تمام؟ بس فيها توتا ابسلوتا قد كده، تمام؟ فتاخد بالك من القصه دي. انا معاك ان اللي هيعالج الذبابه البيضاء هو اللي هيعالج التوتا ابسلوتا، بس ده تكون متوقعها، متوقعها كويس جدا. وبالله عليك اسمع، التوتا ابسلوتا، التوتا ابسلوتا، خد بالك من القصه دي كويس، خد بالك منها كويس. التوتا ابسلوتا يا جماعه، الورقه عندي اهي، توتا ابسلوتا الورقه عندي اهي، الورقه دي بتلاقي فيها اليرقه، ماشي؟ الدوده اللي انت بتطلعها على ايدك دي، تفتح الورقه كده وبتطلعها من النفق، تمام؟ زي دوده الانفاق اللي انت بتشوفها دي، تمام؟ الورقه الدوده دي لها علاج، لها علاج، علاجها بيتلخص في ايه؟ في الافانت، تمام؟ الافانت، مبيد الافانت مثلا، تمام؟ وعندي مبيد الكوراجين، وعندي الماتش، وعندي دول يعتبروا من 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 اقوى المبيدات اللي بتشتغل عليها، تمام؟ ده على الدوده نفسها، الدوده اليرقه، الدوده اللي انت بتطلعها. طيب هتيجي حضرتك الفراشه، اول حاجه خد بال حضرتك في حاجه، انت لو سيطرت على الدوده مش هتحصل عندك الفراشه، تمام؟ الا اذا كان جارك جات لك منه، تمام؟
طيب الفراشة بقى، الفراشة المبيدات اللي هي الصعقة، اللي هي زي ال حاجة زي السايبرمسرين والألفا سايبرمسرين، كل المبيدات اللي هي دي اللي بتشتغل على الفراشة. بس أنا لو خدت فراشة وحطيتها في قلب الأفانت مش هتموت ولا يعمل لها حاجة الأفانت، لأن دي فراشة طايرة، تمام؟ مش هيعمل لها حاجة، عشان بس تبقى عارف القصة ديت. وفي فيديو، أكتر من فيديو عاملينه على التوتا أبسولوتا، ممكن حضرتك ترجع له، أنا عامله باستفاضة بقى، تمام؟ ومذاكره كويس، كنت محضر طبعا، بنحضر، تمام؟ تبقى واخد بالك من قصة التوتا أبسولوتا دي كويس جدا، تمام؟ طيب وتحاول يعني مش انت لوحدك، لا انت وجيرانك، تمام؟ بعد كده بس التوقع الامراض مثلا. طيب هلاقي الذبوبه خفيفه، مع ان لو يعني المبيدات اللي هتشتغل على الذبوبه هي برضه نفسها هتشتغل على المن، على الذبوبه، على الذبوبه البيضاء، هتشتغل على فرشه التوت ابسولوتا كل الليله واحده، يعني تاخد بالك من القصه دي كويس. طيب هنيجي للذبابه البيضاء، هنيجي بقى للعروه الخريفه، تلاقي عندك الذبابه البيضاء ابتدت تشتغل بقى، وابتدى الفيروس وابتدى، عشان كده يبقى لازم تختار صنف مقاوم اساسا للفيروس بتاعك، لان يعني انت لو زرع النهارده في شهر 7 تمام او شهر 8 في مصر، تمام، لازم تاخد بالك من القصه دي كويس جدا جدا جدا، تمام؟ تاخد بالك من زراعه الصنف المقاوم للفيروسات، تمام؟ علشان ما يحصلش عندك النسبه كده. طب ظهر الفيروس شيل على طول. المكافحة ما تبطلش مكافحة كيميائية، تمام؟ بس كيميائية. بالنسبة لبرنامج التسميد بتاع، طيب هنيجي مثلا العروة اللي بيزرعوها اخواننا في المنيا وبني سويف والفيوم، سدمنت الجبل والليلة ديت، وانت نازل كده في اللي هي الشتوية بنتوقع فيها اول حاجة البياض الدقيق. البياض الدقيق لما بينزل بيشيل، تمام؟ الندوات يا جماعة، الندوات سواء المبكرة أو المتأخرة في وجه بحري بتظهر لك في شهر 10 و11 و12، اللي بتكون حاجة للأسف الشديد يعني سيئة جدا، تمام؟ تاخد بالك، توقع الأمراض ده مهم جدا. برنامج التسميد والله على ما أقول شهيد، ومش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده. أنت لو مؤسس شيء كويس، الشوية اللي قلتهم لك دول، السماد الاساسي اللي انت هتحطه قبل الزراعه وخمرته كويس بماده عضويه يكش حتى يكون بمعدل، بص يعني 5 متر اللي فات ده، شفت بقى؟ بس تحط ماده عضويه عشان خاطري، لا حط شويه ماده عضويه، تمام؟ وسيبك بقى من اللي هيقول لك بص، على فكره مش اي واحد بيساله امين، الجماعه اللي هيروحوا لك ويقولوا لك الازازه ده هي يا ولد عملت عند فلان كذا، اعرف ان هو نصاب. المنتج المحترم ببيع نفسه من غير ما تتحرك له ولا بروح ولا بيجي. لذلك تلاقي المهندسين المبيعات اللي هم كلتك على راسي من فوق، اللي هم شغالين مع شركات كبيرة، دول مرتاحين وقاعدين وتمام التمام. ليه؟ لان اساسا هو المنتج بيع نفسه مش حابب تناهي كتير. اما الجماعة اللي هم كل شوية روح ده، طب يقعد المزارع قدامه، يعني ده لو واحد يعني مش دكتور، ده لو واحد يعني ما فيش خالص دماغه وشافه بلقينه وقول له اه، والكيس ده لما عملته عمل ايه؟ قول يا حاج فلان عمل ايه؟ طب والرشه دي لما عملتها؟ الراجل مش عارف. والله العظيم يقول، اقول لكم على حاجه، والله على ما اقول، انا اعرف واحد مدير مبيعات، اعرفه كويس، كانوا بيقلعوه خالص هدومه ويلبسوه هدوم فلاحين ويلبس الطاقيه ويعمل، انا شفته ده قبل السوشيال ميديا زمان، والله على ما اقول شيء، في التسعينات كانوا بيقلعوه الهدوم البرستيج والبدله والكلام ده كلته، يقلع الكلام ده ويلبس لبس كده ويعمل لقاء في التلفزيون، كانوا سيدي ما حدش عارف حاجه. السوشيال ميديا دلوقتي كشفت بقى كل حاجه، فتاخد بالك من الحكايه دي كويس. الموضوع كبير وشديدني جدا والله العظيم، وانا حابه، بس انا خايف اطول عليكم طبعا، في ناس متربصه بي، مجرد ما اطول، انت بتطول ليه يا جدعان؟ انت يا عم انا يعني خلاص، يعني بدل ما تصرف ال ال الباقه على حاجه تانية، اسمع رجب الشبراوي مش شتات. المهم يعني توقع الامراض يكون عندك كويس، وتاخد بالك من برنامج التسميد زي ما قلت لك، باقل لو انت حطيت سماد قليل، سماد الاساس يكون كويس، صدقني باقل الاشياء هتلاقي نفسك النبات ماشي معاك كويس جدا. ويعني لو سميته مرتين
سميدة عادية ومرة كالسيوم بعد الشهر الأولاني هتلاقي أمورك كويس. وركز إن بي كي مغنيسيوم والكالسيوم ده كل أسبوع، معدلات الري بتاعتك تكون محترمة، لا يمكن يظهر عندك كالسيوم إطلاقا، أتحداك. لا ترش كالسيوم ولا كلام من ده كله، أتحداك. لو حطيت نترات كالسيوم محترمة ومعدلات الري عندك كويسة، الصنف أساسا مناسب للعروة اللي أنت زرعه فيها، أتحداك يحصل عندك نقص كالسيوم إطلاقا، مش هيحصل. تمام؟ تاخد بالك ان بي كي، ان نيتروجين، بي فسفور، كي بوتاسيوم، مغنيسيوم، الكالسيوم، وكل 15 يوم جميل ترش رشه عناصر صغرى جميله وحلوه زيك كده من شركه محترمه. وركز على محترمه، حط تحت 3 رش. هتقول لي مين؟ اقول لك ما اعرفش، انا ماليش دعوه بالعلاقه دي، بس ترش مبيد، ترش عناصر صغرى محترمه، هتلاقي امورك ماشيه كويسه جدا. ولا حبة بقى طول النهار تقول لي فلفك ولا بلفك ولا الكلام ده كله، هتحط فانتازية من عندك اهلا بيك، بس اساسي لا، افتح الله. انت مادة عدوية محترمة فيها الفلفك والبلفك والمرسكان والأوركان واللبان واللمبان والليلة دي كلها موجودة فيه، مادة عدوية محترمة مع اسمنت اساس محترم، انسى زول، هتلاقي امورك تمام التمام. القعدة معاكم ما بتشبعش منها، بس والله يعني مضطر اقول لكم سلام عليكم عشان الفيديو ما طولش، بس عندي كلام كتير عايز اقوله، لو حابين اقوله اقوله واعمل حلقة تانية. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.